وزير المالية الإسرائيلي بيتسل إيليس موتريتش يهاجم السلطة الفلسطينية خلال تصريح له، ويطالب بقطع كامل للعلاقات معها والعمل على إسقاطها، ردا على عمل السلطة في إصدار قرارات اعتقال دولية بحق شخصيات إسرائيلية رفيعة وجنود وضباط من الجيش الإسرائيلي، والسعي مع منظمات فلسطينية ودولية لمنع تصدير أسلحة لإسرائيل. هذه الأيام تعمل السلطة الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لاستصدار قرارات اعتقال ضد شخصيات إسرائيلية رفيعة. هذه خطوة خطرة وغير مسبوقة، تشكل تجاوزا للخطوط الحمراء. سموتريتش هدد أيضا بقطع أموال المقاصة التي تدفعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية السلام المؤقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، حيث تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب من المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين.